أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن نقل مباريات الفرق السعودية من إيران إلى ملاعب محايدة. ضمن منافسات دوري أبطال آسيا وفي المجموعة الرابعة، فاز العين الإماراتي على ضيفه أهلي جدة السعودي. سيتولى المدرب الإنجليزي هاري ريدناب قيادة المنتخب الأردني في المباراتين القادمتين من تصفيات كأس العالم وكأس آسيا أمام بنغلاديش وأستراليا الأسبوع المقبل. أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أن أعضاء في لجنته التنفيذية باعوا أصواتهم خلال التصويت على من حقوق استضافة نهائيات كأس العالم.